السلام عليكم. الألغام حقول الموت في اليمن، لافتة مؤلمة في بلد تتكاثر فيه وسائل الموت وتتضاءل فيه وسائل الحياة. من لم يمت بالقذائف والكوليرا مات بالألغام أو فقد جزءا من جسده إن كان محظوظا. في اليمن ذاكرة الألغام لها امتدادات طويلة تعكس أزمنة من الصراعات، وفي كل حرب يتجدد هذا السجل الجريح الذي يحول الأرض اليمنية إلى مصدر فناء للعابرين عليها. زراعة الألغام في المناطق السكنية وعلى وجه التحديد تعز جريمة حرب تلحق الأذى بحياة المدنيين، بما فيها زراعة الألغام التي صنعت لاستهداف البشر. اليمن التي لم تشفع لها معاهدة حظر الألغام والتي صادقت عليها عام 1997 ملتزمة بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف ومنع الأنشطة المحظورة بموجب المعاهدة. هذا النظام الذي وقع هذه الاتفاقيات هو ذاته الذي انضم إلى ميليشيا الانقلاب وأخرج الألغام التي وقع على عدم استخدامها، وأخطرها الألغام الفردية التي تستهدف البشر على وجه التحديد. الأرقام التي تحويها التقارير عن ضحايا الألغام من المدنيين مفزعة وتبعث على القلق دون ما ضغط مدني خصوصا من قبل الأمم المتحدة أو الجهات المعنية الإنسانية. مشاهدينا الكرام، حول الألغام كحقول الموت ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. لا يبدو على وجهها آثار الهزيمة، لكن للحكاية وهي تعيد سرد تفاصيلها لحظة انفجار اللغم، قيامة مشروغة بالألم أيقظت كل الأوجاع في نفسها بما في ذلك آلام ساقها المبتورة. أي خرجتني وبنت عمي أجينا ندينا ماء طرح اللغم تحت تفجرته أدعيت إذا تنقبني هي فوق الخزن كان وأنا تقاه أجا أش تنقبني طرح تحت اللغم ما بعد ثنتين الصبنة دعينا للبنت الثانية بنت عمنا أجا أش تأتنا نبصر الألغام قال مش أقدر شنقبكين الألغام بدركين مرة كيف قلنا ليش عملينا قال زحكين زحكنا دلا دلا منين ما فيش ألغام هي بالزي تنكل الشاي كذا وتدعى لدي أجابي ما فيش معانا طمن إحنا عاريات. دليلة واحدة من ضحايا الألغام في تعز ووجه مأساتها. الألغام آخر فصول الحرب والشبح الرابض تحت أرض هذه المدينة وأريافها، لم تعد الأرض هنا مسلكا آمنا لأقدام العابرين. هذا ما تقوله يوميات أبناء تعز المفخخة بالألغام التي شكلت هي الأخرى إحدى أدوات حصاد أرواح اليمنيين وما أكثرها. المئات ممن قتلوا وبترت أطرافهم، ولا يزال السجل مفتوحا لضحايا جدد بألغام باتت تشكل تهديدا للنازحين العائدين إلى منازلهم في المناطق المحررة. تقول الإحصائيات عن الأضرار البشرية والمادية إنها بلغت 2345 حالة خلال عامين من الحرب في اليمن. ويقول التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إن الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي وقوات صالح في المحافظات تسببت في استشهاد 615 شخصا. كان نصيب تعز بحسب المركز الإنساني للحقوق والتنمية التي تصدرت القائمة في عدد القتلى البالغين 223 فردا. بحسب الفرق الهندسية في تعز فإن الإنقلابيين زرعوا أكثر من 1000 لغم في المدينة وحدها. هذا الملف على خطورته لا يبدو حاضرا في أجندة المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، قد تضع الحرب أوزارها، إلا أن الألغام هي الحرب المؤجلة التي تمتد لسنوات وربما أجيال من حياة اليمنيين. إذا لمناقشة هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ حمود الذيب رئيس المركز الإنساني للحقوق والتنمية من تعز. مساء الخير أستاذ حمود. أستاذ حمود هل تسمعني؟ يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ حمود. إذا لو بدأنا نتحدث عن أحد جوانب معاناة اليمنيين وهو زراعة الألغام، يعني حدثنا بشكل إجمالي عن هذه الجزئية التي أصابت يعني الكثير من اليمنيين وأفقدتهم أرواحهم أو أجزاء من أجسادهم. في الحقيقة أن موضوع الألغام
يعني موضوع وشيك وموضوع مؤرق، هو يعني مجموعة من الآلام اليوم يعني تناقش عبر قناتكم قناة بلقيس، هو ضمن جرائم ارتكبت كثيرة في حق المدنيين سواء في عموم الجمهورية اليمنية أو في مدينة تعز. أعتقد أن الموضوع الألغام الجريمة أو الجريمة التي أوغلت في حق المدنيين خصوصا في النساء والأطفال. ربما هناك المئات من القتلى، المئات من الجرحى، هناك المعاقين، هناك الأسر اليوم، الأسر التي أصبحت تعيش ويلات هذه الجرائم، تعيش كارثة من حيث ذهاب العديد من الضحايا، وكذا خلفت هذه الألغام العديد من المعاقين ممن شلت أقدامهم، شوهت أجسامهم. هناك اليوم يعني المئات من المعاقين الذين يعني افتقدوا، معظمهم افتقد إما أحد قدميه أو الثنتين أو أحد يعني أياديه، ومنهم من أصيب في 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 البصر، ومنهم من شوهت أجسامهم. اليوم مأساة الألغام أعتقد أنها مأساة كبيرة في الواقع في الحاضر، وهي مآسي مستقبلية، كون الألغام اليوم تهدد الكثير من المدنيين باعتبار أن المناطق في عموم اليمن قد زرعت مداخل المدن بألغام المضادة للأفراد، خلافاً ل يعني اتفاقيات حظر الألغام، اتفاقيات أوتا التي يعني عملت على حظر الألغام، واليمن واحدة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. اليوم نعم يعني عند الحديث عند على هذه الجزئية، هل هناك تدابير من المعنيين بحقوق الإنسان لقضية الجرائم التي ترتكب؟ نعم أستاذ حمود، يعني الحديث عن جزئية أن بلادنا من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية حظر استخدام الألغام، ما الذي يترتب على هذا التوقيع طالما وأن يعني الدولة خرقت هذه الاتفاقية؟ الذي يترتب على ذلك أن يعني التعاطي مع الألغام بهذه الصورة التي خلفت العديد من الضحايا وقتلت العديد من الأسر ويعني خلفت المآسي حاضرا ومستقبلا، هو أن هذه الدول الأطراف ومن ضمنها اليمن ملزمة بتدمير مخلفات الألغام كاملة أو بتدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد خلال 4 سنوات كما نصت الاتفاقية. كما أن ملزمة الدولة بتطهير جميع مناطق الألغام الموجودة تحت سيادتها أو سيطرتها خلال 10 سنوات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان يعني سلامة المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال. نعم اسمح لنا أستاذ حمود، يعني أنا أعتقد أنه اليوم هذه التدابير هي في العكس تعمل اليوم الجماعة الحوثي على انتشار أو نشر زراعة هذه الألغام في مناطق كثيرة وخصوصا في مداخل المدينة التي تعتبر مثلا مدينة تعز اليوم محاصرة بزراعة الألغام في العديد من المداخل والمناطق، والتي يتطلب من الأمم المتحدة اليوم أن تعمل جادة على أولا تطهير هذه المناطق من الألغام لتأمين المدنيين الذين يعني هذه الألغام تعيق عودتهم بسلام إلى مناطقهم وسكنهم في المدينة. نعم اسمح لنا أستاذ حمود أن تنضم معنا الأخت دليلة أحمد، وهي إحدى ضحايا الألغام، عبر الهاتف من تعز. مساء الخير دليلة. اهلا يا دليلة، الحمد لله على سلامتك، وحابة انه يعني تحكي لي ايش اللي حصل لك بالضبط علشان كثير من المشاهدين بيتابعوك الان يا دليلة. حصل لي الغام.
كيف يعني احكي لي كيف لما مشيتي فين رحتي بالضبط ايش رحتي تعملي وكيف لما حصل لك الحادث؟ حصل لي الحادث وانا ام داني بها كنت بتقبيت حقي خرجت عندي لي مش شرب لا شعمل لي قوت يا نقيز تمام واني اجيت وشا خرجت عندي من الخزن ماء شعمل لنا غداء اجيت وقلت انه هل في الله هذا العداء ولد اللي حفر دقل بايت ما نش داري نلغى ما جيت وش دعاسهم فقير باللغة البنت الثاني جاء اشتم قبني انت قرى قدري اجابي شنقبني انتي سبعة ام الغام ثمانية الغام قدرنا مع سكيشة أستنى آخر أستنى بالحب بالرمة إيش اسم المنطقة اللي أنتم جالسين فيها يا دليلة؟ ها؟ المنطقة بلادكم إيش اسمها؟ المنطقة اللي من هنا هيني أيوة الشاقب بالشاقب طيب يا دليلة بعدين لما جاءت الثالثة أنا سمعتك كنت بتتكلمي إنها قالت لكم ازحفوا وبعدين أنا بصيح للناس كيف قدروا بعدين ينقذوكم؟ هل قدروا ينقذوكم بعدها؟ الناس وقعوا ينقذوني بعد بما شلني بالكمبول انت داري بالزنية تقبت بالكمبول والناس وقعوا ما بعد هذا انقذوني قزعوني وادي طريق وعير لانت داري ما ازأبي لا إبرة خينا لا إبرة للنزيف ولا شيء من اللي ما وصلني لو نتعز اللقان خلاص طيب يا دليلة يعني عرفنا كمان أنهم للأسف يعني بتروا كمان رجلك قطعوا رجلك الثانية إيش السبب؟ هل تضررت كمان بسبب اللغم اللي انفجر؟ يا أمي الثانية هذه جلست شهرين عافية إن أنا جيت عند الدكاترة يقولوا لي ما فيش إنه أمل برق الحقي كل شيء سبب لك أي مرض ثاني جلست شهرين عافية آخرا قالوا لي لا باسر باسر مركزين على باسر قلت لهم خلاص أحسن ما أجلسني أتألم ابتروا لي شيء والأنا داني بالسنتين معاق الله يعافيك ويكتب أجرك يا دليلة لمن تحبي توجهي كلامك يا دليلة الآن يعني في كثير ناس بيسمعوك وحابة أنه يعني رسالة منك حابة توصليها لمن؟ أوصلني للعالم كله للدول العالم كلهين الآن أنا بلا علاج بلا مأكل أنا خالة من الجوع بلا مهدلة أنت داري كيف عيشتنا البيت حقنا تدمر الآن أنا حتى لحياتي أين شو أوصل يما ما فيش معانا بيت طيب دليلة شاركني ها طيب دليلة يعني هل انفجرت يعني بقية الألغام انت قلتي ان المنطقة كلها كانت فيها ألغام حتى البنت ما عرفتش تجي تساعدكم الثالثة كيف قدروا يتعاملوا الناس معها هل فكوها او عادي جالسة زي ما هي ايش عملوا معها المنطقة انت داري ما كلها تحت سيطرة الحوثي نزحنا كل احنا من وسطها الان بيتنا مدمرات مع الاداوي حقنا مع نزحنا الان ما عدنا احنا بوسطي طيب انا مش عارفه طيب يعني اتمنى لك الشفاء يا دليله وربنا يعافيك ويعني اتمنى كمان انه الكثير من الناس يستمعوا لك على الاقل يعني يمدوك بيد المساعده بكرسي متحرك علشان تعرفي تواصلي حياتك او اطراف صناعيه ان شاء الله اتمنى ذلك يا دليله ربنا يعافيك حابه تزيدي تقولي شيء تفضلي ها قولي أشتي منكم أرجل صناعي لا الله عندكم لا يأتي عندكم رحمة وعين خير أشتي منكم أرجل اللي خرجني يدخلني إن شاء الله مقاتلة في عندكم رحمة معاش الذي ديال أنا معوق لا معي لا ساعي ولا داعي ما فيش إلا وأنا وبي دليلة يعني أتمنى أنه كثير من الناس بيسمعوك الآن وبيمدوا لك يد المساعدة بالتأكيد وسأحاول أنا من جهتي أن نوصل صوتك لكل من يتابع هذه الحلقة الله يكون معك الله يبعث لك وكيل لقد تستعملي تفعلي بخير الله هذا قمت تحبي حق وافي إن شاء الله يا دليلة ربنا ما بيترككش باللي حصل لك وبيعوضك لا لو نعم. أنت تشاهد صورة الآن شو أمر لك بالآن شرسل لك بيت بعيشتي وبحيالتي كيف أنت لأنتي مش تصدقيني
لا نصدقك يا دليلة، ليش ما بصدقكش؟ أصدقك، صوتك كله ألم وصوتك كله صدق. يعني بالتأكيد يعني نحن يعني مصدقين لك، وفي ناس كثير الآن بيتابعوا، أتمنى التفاعل منهم لقضيتك على الأقل تركيب أطراف صناعية كما قلتي. شكرا جزيلا لك يا دليلة، وأنت ضحايا الألغام للأسف الشديد، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود لك أستاذ حمود. أستاذ حمود، يعني دليلة واحدة من كثير من ضحايا الألغام الذين ربما لم تبتر أطرافهم، فقط بترت حياتهم إن صح لي التعبير، حياة ناقصة لن يستطيعون إكمالها إلا يعني بمساعدات كثيرة. يعني نحن لن نتحدث عن فقط يعني إبطال الألغام التي تم زراعتها، ولكن هناك أيضا مأساة جديدة وهي الكثير من المتضررين من هذه الألغام. كيف يمكن يعني إيصال صوت دليلة وغيرها من الناجين من الألغام والفاقدين جزء من أطرافهم؟ أختي الكريمة، الحقيقة كما ذكرتي، دليلة نموذج لمئات المآسي من هذا النوع، بل ربما أفظع من هذا النوع، سواء في صفوف النساء أو الأطفال أو الرجال يعني من كبار السن. الذي أريد أن أقوله أختي الكريمة أنه أنتم في قناتكم قناة بلقيس، وصوتكم الذي ربما من خلاله ستسمعون يعني ستنقلون المعاناة التي يعيشوها ضحايا الألغام سواء رجال أو نساء أو أطفال. اليوم ضحايا الألغام يحتاج إلى أن لفتة من قبل الأمم المتحدة، وإن كانت غير لم تكن ضمن الدول الموقعة على يعني اتفاقية حظر الألغام، لكن الأمم المتحدة اليوم باستطاعتها أن تعمل تدابير احترازية، بل وتضغط على يعني جماعة الحوثي والقوات الموالية لعلي صالح الذين قاموا بزراعة هذه الألغام على يعني الكف عن هذه الألغام وسرعة يعني تصفية المناطق منها، وإيصال هذا الصوت إلى المعنيين في المنظمات الدولية من أن هناك معاناة وهناك يعني مآسي في تعز ترتكب وتخلف من يعني من ورائها الكثير ممن يعني حرموا من لذة الحياة، وهم اليوم بحاجة إلى تأهيل وإلى يعني تنمية، وهم بحاجة إلى الأخذ بأيديهم بتوفير يعني ما يمكن أن يعينهم على 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 مواصلة الحياة. مثل هذه دليلة التي تحتاج إلى كرسي، تحتاج إلى يعني طرف صناعي، وهناك أطفال اليوم على الفرش ربما يحتاجون إلى لفتة وعناية كريمة. أعتقد أن اليوم حتى الحكومة الشرعية لم تعر هذا الملف اهتمام، ولم يعني تتألم لآلام هؤلاء الضحايا الذين يعيشون آلام ومآسي ليل نهار. نعم. طيب أستاذ حمود، يعني كان مركزكم قدم العديد من التقارير الخاصة بالألغام، أود أن أسألك كيف يعني هل تم إيصالها إلى من يهمه الأمر من المنظمات الحقوقية العالمية؟ هل تم إيصال ترجمة مثل هذه التقارير؟ وكيف كانت ردة أو تعاطيهم مع مثل الأرقام التي ظهرت في هذه التقارير؟ أعتقد هذا السؤال أستاذة بأن الموضوع اليوم يكمن في قضية ردة الفعل. نعم. أما بالنسبة للمركز الإنساني، نحن وغيرنا من المنظمات سواء العاملة في سواء في تعز أو في المحافظة الأخرى، هناك تقارير وهناك وثائق وهناك ملفات وهناك وقائع بالنسبة لقضية قضايا الألغام أو غيرها، لكن السؤال هنا ما هي؟ هل أتت هذه التقارير ثمارها؟ هل هناك ردة فعل؟ اليوم أختي الكريمة ليس هناك تناكر على أن الجرائم ترتكب في حق المدنيين والأطفال والنساء، ليس هناك تناكر، لكن السؤال هنا ما هي ردود الفعل سواء من قبل المجتمع الدولي أو من قبل المنظمات الدولية أو من قبل الحكومة الشرعية
تجاه هذه المآسي وهذه الملفات. نعم، هل وصلتكم أي ردود فعل؟ إلى الآن لم تصلنا أي ردود فعل، وأنا أعتقد أنه اليوم المنظمات الدولية يعني أداؤها في هذا الجانب أداء ضعيف، بل يكاد أن يكون منعدم، لأن يعني قضايا الألغام وضحايا الألغام قضايا واضحة لا تحتاج لا تماري فيها، لا يعني لا غبش فيها، لكن يعني نأمل اليوم من الأمم المتحدة ومن المعنيين بحقوق الإنسان أن يعيروا هذا الملف كل اهتمامهم، ونلمس من خلال ذلك واقع يلمسه الضحايا وأسر الضحايا. نعم، طيب أستاذ حمود، يعني بالنسبة للمستغرب وجود هذه الكميات العديدة من الألغام، هل لها من تفسير؟ يعني أعداد مهولة يتم زراعتها، وأعداد مهولة تم تفكيكها والخلاص منها، وأيضا عدد الضحايا في تزايد، تعز ربما أعلى المدن التي سجلت أرقاما لضحايا الألغام، كل من سحب الحوثيون من منطقة فخخوها بالألغام، من أين يحصلون عليها؟ هل يعني فعلا هي كانت مخزنة لدى النظام المخلوع من قبل؟ أعتقد أنه في عام 2002، نعم، في عام 2002 وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن اليمن قضت على مخزون الألغام التي كانت تمتلكها، مما يؤكد أن ما دام أن الحكومة اليمنية آنذاك قد وجهت رسالة للأمم المتحدة من أنها يعني انتهت من تدمير مخزون الألغام التي كانت تكدس لديها، هذا يؤكد أنه اليوم الاستيراد مستمر، وأن هناك يعني دول مثل إيران والتي يعني ربما ضررها ترسل الموت عبر هذه الألغام كل يوم إلى اليمن إلى أبناء تعز، هذا يدل على أن هناك يعني استيراد أو تسريب أو يعني وصول كميات من الألغام التي تزرع لأنها كل يوم تتجدد. نعم. إضافة إلى ذلك أنه أختي الكريمة كل السكوت المجتمع الدولي وتغاضيه وغض الطرف عن مرتكبي هذه الجرائم وعدم يعني الالتفات إلى المعاهدات والوثائق الدولية لمعاقبة مرتكبيها هو ما يجعل يعني مرتكبي هذه الجرائم أن يتمادوا في جرائمهم وينشروا زراعة الألغام في اليمن التي تقتل اليوم اليمنيين بشكل عام. أنا أعتقد أن اليوم تعز مدينة محاصرة، نطلب من الأمم المتحدة قبل أن تفتح أي منفذ أن تعمل على يعني توفير الأجهزة اللازمة للمختصين في نزع الألغام لأجل أن تطهر المناطق، لأنها جميعها مملوءة وما زالت ستكون كارثة في حق المدنيين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ حمود الذيب، رئيس المركز الإنساني للحقوق والتنمية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأدعوكم أيضا لمتابعة هذا الاستطلاع الذي تم إجراءه حول الألغام. الألغام الفردية والشراكة الخداعية من الأسلحة المحرمة دوليا بموجب اتفاقية إتاوة التي مصادقة عليها بلادنا اليمن، ميليشيات الحوثي والقوات المصالح لا تكاد منطقة وصلت إليها في مدينة تعز إلا وزرعتها الألغام. ضحايا الألغام، أغلب ضحايا الألغام هم الأطفال والنساء، يتساقطون في كل المناطق التي وصلت إليها وزرعتها ميليشيات الحوثي والقوات المواليه لصالح مدينة تعز. كانت ترعى الأغنام في منطقة صالة، وأصيبت بلغم انفجرة وتأثر جسمها وتوفت مباشرة. الآثار المترتبة هي مزيد من الضحايا من الأطفال والنساء وحتى الحيوانات، وهو خطر قائم ومستمر على جميع السكان سواء أثناء الحرب في الأيام الحالية أو ما بعد الحرب. نحن نناشد الأمم المتحدة، نناشد المنظمات الدولية
الضغط على ميليشيات الحوثي والقوات المسلحة بمنعها من زراعة الألغام، وأيضا ندعو جماعة الحوثي والقوات المسلحة إلى الكف عن زراعة الألغام وتسليم خرائط زراعة الألغام للمناطق التي انسحبت منها أو اندحرت منها للجيش. عشرات بل مئات الناس اللي هم بطيرة الأرجل حقهم من الألغام هذه حقهم، ولا نعلم إلى أي يعني إلى أي هاوية يعني اللي احنا في بهن هذين. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية أيضا العقيد المهندس طاهر حميد رئيس شعبة الألغام بمحور تعز من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساكم الله بالعافية. أهلا بك، استضافنا في قناة بلقيس. أهلا بك معنا سيادة العقيد، وأبدأ معك بسؤال عن نوعية الألغام التي يتم زراعتها والتي تلحق الأذى بالمدنيين. حقيقة الألغام المزروعة في تعز هي كثيرة جدا، لم تزرع مدينة أو منطقة في العالم كما زرعت مدينة تعز. زرعت تعز يعني بشكل فظيع، حتى أن مدينة تعز صارت محاصرة من كل الجهات بمئتين ألف لغم، هذا ما يحاصر مدينة تعز فقط. أما المناطق الريفية والساحل فهذه الأعداد وكميتها فتختلف عن ما يحاصر مدينة تعز. تعز الآن تعرض لكارثة كبيرة جدا، والكارثة هذه هي قد تؤدي في المستقبل إلى يعني انعدام كل أنواع التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الصناعية والتنمية الزراعية، لأن الألغام زرعت في المدارس وزرعت في المستوصفات والمستشفيات في الأرياف، وكذلك في الطرقات مداخل المدينة وفي الأزقة ومداخل الحارات، وهذه ألغام خطيرة جدا ومحرمة دوليا. كذلك تفنن الحوثيين باستخدام ألغام منها تستخدم يعني تنفجر بواسطة الحرارة، ومنها بالضغط ومنها بالشد ومنها بواسطة الريموت كنترول، وهي أخطر الألغام. نعم، يعني قبل أن يعني أدخل معك بتفاصيل عدة حول هذه الألغام كيف يتم يعني نزعها، ينضم معنا عبر الهاتف دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان من عدن. مساء الخير دكتور سمير. أهلا، مساء النور. بداية يعني أتمنى عليك أن تسمعني من الهاتف حتى لا يتردد الصوت، وأسألك كيف تتابعون ما يحدث لضحايا الألغام خصوصا في تعز الذين يتزايدون يوما بعد آخر؟ تعز واحدة من المدن التي تعرضت لأشكال شتى من الانتهاكات في الحقيقة، قبل اندحار قوى الفساد والاستبداد والهيمنة الطائفية منها، أو الآن بعد أن تكشفت الأمور عن سوء النية التي يختزنوها أو تختزنها تلك الأنفس الحاقدة على تعز وعلى اليمن بشكل عام. مشكلة الألغام هي مشكلة مؤرقة خطيرة، ليس لأنها فقط تهدف الناس وتعطل احتمالات التقدم المستقبلي، وإنما هي في الحقيقة تكلف كلفة كبيرة جدا عامة الناس، سواء في الأرواح أو في مصادر رزقهم. لكن المسألة هنا ليست مسألة فقط مدى خطورة الألغام، المسألة تأخذ بعد أكبر من ذلك، تأخذ بعد أن هؤلاء الناس ليسوا لديهم هدف حتى لأن يحكموا الشعب اليمني، لأنه من أراد أن يحكم الشعب في الحقيقة لا يزرع الموت في طريقه. يعني أنه هؤلاء الناس أمامهم خيار واحد، إما أن يقتلوا هؤلاء الناس جميعا، وأقصد هنا أبناء الشعب اليمني، ويبقوا هم حاكمين، وإلا فليموت الجميع. هذا الواقع انعكس بشكل واضح على كمية الألغام المهولة التي زرعت سواء في تعز أو حتى في المناطق الجنوبية قبل ذلك، أو في مناطق الآن الساحل الغربي ميدي وبقية المناطق. بالتأكيد هذا السلوك سيتكرر في كل مكان. المناشدات لم تفلح مع هؤلاء الناس، علينا أن نساعد على حل القضية السياسية أولا حتى نتخلص نهائيا
من هذا السلوك العبثي. نعم لكن دكتور سمير، يعني ان انتظرنا للحل السياسي حتى ينتهي ثم التفتنا لما يحدث تزداد المأساة. انتم كوزارة حقوق الانسان ما مدى احتلال هذا الملف من أهمية لديكم، خاصة يعني وايصاله للرأي العام الدولي؟ يعني هناك نقض للاتفاقيات، هناك حياة مهددة ومستقبل مهدد ايضا. يعني للأسف الشديد نجد ان المنظمات الحقوقية لم تتناول الألغام بالشكل المطلوب، ويعني ولا نجد يعني من يرصد سوى المنظمات المحلية بالطبع، ولكن تأثيرها ليس كتأثير تقارير المنظمات الدولية. مع احترامي لك، الأمر غير صحيح. الدولة ووزارة حقوق الإنسان منذ بداية الحرب وهي تتابع مسألة الألغام وتوصل صوت الرفض لهذا العمل العبثي إلى منظمات المجتمع الدولي. أتذكر هذا الأمر منذ بدايات مشاركتي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف على مدى السبع أو الثمان دورات السابقة. نحن أيضا وصلنا أفلام تعرض هذه ضحايا هذه الظاهرة. ليس لنا القدرة على أن نوقف زراعتها. في الحقيقة الحل هو في إيقاف زراعة الألغام، أما أن ننقل المعاناة فلا أعتقد لا وزارة الداخلية والخارجية ولا وزارة حقوق الإنسان ولا منظمات المجتمع الدولي المجتمع المدني في الحقيقة اليمنية النشطة بكل اتجاهاتها قصرت في إيصال الرسالة. أنا لم أتهمكم بالتقصير دكتور سمير، أنا أتساءلت ما مدى احتلال هذا الملف يعني من أهمية لديكم، وأود أن أعرف أيضا ما هي ردود فعل المنظمات الدولية المهتمة، ما هي ردود فعل يعني في أكثر من دورة تحدثت أن هناك طرح ملف الألغام، كيف كانت ردود الفعل؟ يعني لماذا حين نجد مثلا منظمة تتحدث عن الوضع الإنساني في اليمن لا نجد ملف معني بالألغام؟ بالعكس، ملفات الألغام حاضرة دائما في كل اللقاءات وتأخذ بعد وصدى كبير. المشكلة أن ردات فعل المنظمات الدولية مبني على أساس الموقف السياسي لهذه المنظمات. للأسف الشديد هناك أجندات مختلفة في التعامل مع القضية اليمنية. المنظمات المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المهتمة بقضايا حقوق الإنسان ليست بريئة من الطبيعة السياسية للعرض. دائما ما تستغل بعض الطروحات استغلال سياسي. أما هذه القضايا هي قضايا القتل بدم بارد تثير تعاطف في تلك اللحظة وتعاطف أثناء الاجتماعات، لكننا لا نرى ضغط كما ينبغي أن يكون أو كما نتوقع أن يكون. هذا الضغط مؤدي لإيقاف الحرب وإنهاء المشكلة التي سببت الحرب، التي هي في الحقيقة باستمرارها ستؤدي إلى تجدد تلك المشكلات ومن ضمنها مشكلة الألغام. الألغام واحدة من المشاكل الكبرى، منع مؤن أو شحنات الإغاثة للوصول إلى مستحقيها، قضية الإتجار بالمواد مواد الإغاثة في المناطق الخاضعة لقوى الاحتلال، قضية أخرى التعاطف الواضح من لدى ممثل الحقوق الإنسانية في صنعاء مع قوى الانقلاب أيضا مشكلة ثالثة اشتكينا منها أكثر من مرة. لكن أقول لكم صراحة نحن نحاول أن نوصل الصوت وسنظل أن نوصل هذا الصوت وسنتابع هذا العمل بكل السبل، لكن ردات الفعل لا ينبغي أن تتوقع أنها ستكون ردات فعل منصفة بالمعنى الأخلاقي، لأن في هذا الموقف هناك أجندات سياسية. نعم إذن يعني ربما كل طرف عليه أن يقدم ما يستطيع، أنتم من جهتكم ونحن كإعلام من جهتنا. شكرا جزيلا لك دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك سيادة العميد طاهر، أود أن أسألك كيف تتعاملون مع الألغام التي يتم زراعتها ولا يوجد لديكم خرائط لما تم زرعه؟ والله بعون الله وبوقفة الشباب اللي واجدين معنا في الفريق الهندسي نقوم بالتفتيش عليها في المناطق المحررة بواسطة الأجهزة المتيسرة معنا،
ونقدر أن نستخرج منها، ولم نستطع نقول نحن ننظفها ونطهر المنطقة حتى نعلن أن المنطقة مطهرة نهائيا، لأنه الألغام هي كثيرة جدا ومختلفة الأشكال والأنواع. ولهذا إحنا نحتاج إلى بعض الأجهزة ونحتاج إلى كوادر كثيرة حتى أننا نستطيع أن ننشرها في كل المناطق المتأخمة بالألغام، ولأنه يعيقنا في هذه الفترة أولا سيطرة الحوثيين على المناطق. هم يضعون الألغام في أمام مواقعهم، وتكون بعض الحقول يعني عمقها يصل إلى 100 متر، أما طول الحقل فيكون بطول الجبهة. وهذه المئة متر لا نستطيع أن نقوم بتطهيرها إلا عندما تتخلى ميليشيا الحوثي تنسحب من المنطقة ويتم تطهيرها حرصا على سلامة العاملين في الحقول. نعم، إذن يعني هل تقدمتم بطلب للجهات المعنية برفضكم بما تحتاجون لاستكمال يعني نزع الألغام، سواء من الحكومة، المنظمات، أي جهة ممكن أن تمدكم بالأجهزة وبالفرق الهندسية؟ طبعا احنا من شهر 3/2015 من شهر 3/2016 نعمل مذكرات ونطالب عبر السلطات الذي احنا نتبعها، وأما المنظمات الدولية فقد دفعت بمبالغ كبيرة جدا بحدود 17 مليون دولار عبر ما يسمى بالبرنامج الوطني لنزع الألغام. وهذا البرنامج هذا يتبع ميليشيا الحوثي والمخلوع ومقره في صنعاء، لم يصل إلينا منها ولا شيء. تيسر معنا 7 أجهزة موجودة في تعز الآن بحوزة الفريق الهندسي، وهذه الأجهزة كلها بدعم من قيادة محور تعز، ومنها تم يعني قلبها عن طريقنا خاصة. ومن هنا وعبركم نناشد قيادتنا السياسية بزعامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، والأخ النائب، والأخ رئيس هيئة الأركان العامة، أن يدعمونا دعم مباشر في محافظة تعز، ويزودونا بالأجهزة التي تساعدنا على نزع هذه الألغام، ومستقبلا ستكون الكارثة أكبر. وكذلك نناشد الإخوة في التحالف العربي، خاصة مركز الملك سلمان والصليب والهلال الأحمر الإماراتي، أن يدعم تعز بأجهزة ووسائل خاصة بتحديد أماكن الألغام وتعطيلها وتفكيكها. فإذا لم نحصل على الدعم من السلطات وتدعمنا الحكومة اليمنية بالأشياء التي نحتاجها، فقد نعلن عجزنا أمام الجميع بأننا لن نستطيع أن ننزع أي ألغام. نعم، إذن سيدة العميد، يعني أين تركزت زراعة الألغام في تعز، وما مدى تمكنكم من نزع جزء منها؟ والله تركزت الألغام حول المدينة، في حافة المدينة أو ما يسمى في ضواحي المدينة، من منطقة الأحكوم على بعد 100 كيلو، ويأتي هناك عبر منطقة بني عمر، جرداد، جبل حبشي بشكل عام، مقبنة، ويأتينا إلى منطقة الضباب الربيعي، وكذلك منطقة الهشمة، ويعني في المنطقة الشمالية لمدينة تعز كلها متأخمة بألغام، ليس نوع واحد، ولكن الألغام هذه وصلت إلى أنها محصورة عندي بحدود 32 نوعية مختلفة الأحجام، مختلفة الأشكال، من موارد مختلفة كذلك، وماركات متعددة، وبعضها لم يوجد عليها أي علامات. نعم، إذن يعني بحكم خبرتك سيادة العميد، هل أوضحت لنا، يعني تحدث معنا الأستاذ حمود الذيب أن اليمن أرسلت بمذكرة عام 2002 للأمم المتحدة أنها تعد خالية من الألغام تماما، هذه الألغام التي تتعاملون معها هل تجدون أنها جديدة على اليمن، أم أنها كانت من السابقة التي يعني يقال أنه تم تخزينها ولم يتم الخلاص منها فعليا؟ طبعا أنا من خبرتي وفي عملي في الهندسة العسكرية في صنعاء وفي مارب وفي تعز، أعرف أن في عام 2002 فعلا في شهر 2
أرسلت اليمن مذكرة مع وزير الخارجية اليمني بتقول للأمين العام للأمم المتحدة، طبعا مذكرة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بأنها تخلصت من كمية الألغام التي كانت مخزنة، ولكن لم أرى بأن وزارة الدفاع اليمنية تخلصت من لغم واحد، فكانت مخزنة بمخازن سرية، وبعض الألغام هذه أتت من الخارج عبر السواحل اليمنية لأن الشواطئ جلست فترة طويلة مفتوحة، ولهذا كانت تستورد الألغام هذه بواسطة البواخر عبر الشواطئ اليمنية. وهذه الألغام تتركز أكثرها صناعة قديمة من عام 1982 مثل البي بي ام 2 والجياتا 62 وكذلك اي ام 61 62 63، هذه ألغام قديمة جدا وقد عفى عنها الزمن، ولكن الميليشيات استخدمتها، كذلك الميليشيات تفننت وأتت بخبراء إيرانيين لتصنع الألغام داخل اليمن، وفتحت في اليمن 5 مصانع، مصنع في عمران ومصنعين في صعدة ومصنع في الحديدة ومصنع كان موجود في تعز بمصنع الإسمنت في منطقة البرح. نعم، هذا ربما ما يفسر وجود هذه الكمية الهائلة من الألغام. نعم، وجود المصانع 5 مصانع نعم. للألغام لليمن، هذه هي التنمية الذي قامت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع، وهذه الهدايا اللي جابتها للشعب اليمني، وهذه هي منجزاتها. نعم، إذا يعني ختاما أستاذ يعني سيدة العميد، أود أن توضح لي يعني ما مدى دور السلطة المحلية معكم أو قيادة المحور، خاصة يعني حين تنسحب الميليشيا من منطقة، لما لا يتم توعية الناس ألا تذهبوا سريعا إلى منازلكم حتى يتم كشف وتطهير المنطقة؟ شكرا، تطرقت لموضوع مهم جدا جدا. بالنسبة للتوعية، الآن المناطق اللي متأخمة للألغام هي تعتبر فارغة من السكان، مثل المناطق الشمالية لمدينة تعز هذه كلها خالية من السكان نهائيا، ولهذا تحتاج إلى توعية وإرشادات ولوحات وملصقات في مداخل الحارات وفي حتى في داخل المباني حتى لا يعود السكان ويصطدموا في المخاطر ويقعوا في المخاطر الفادحة. وكذلك ما بالنسبة للسلطة المحلية وقيادة محور تعز، تشكر على ما قدمت لنا الأخ قائد المحور اللواء خالد فاضل، حقيقة أوجد لنا بعض الأجهزة التي نستطيع أن نعمل بها، وكذلك وفر لنا عدد من الأفراد، ولكن احنا حاجتنا الآن كبيرة جدا والحاجة ملحة لتأسيس شعبة الهندسة بشكل جيد، وكذلك تأسيس كتيبة للهندسة لديها كل الإمكانيات بحسب الملاك المعمول به بوزارة الدفاع اليمنية. السلطات المحلية في تعز كذلك هي محبطة بمشاكل داخلية ومشاكل الحرب والمعارك متنقلة من جهة إلى جهة ومن جبهة إلى جبهة، وكذلك عجز في أداء الواجبات، ولهذا لا نلوم السلطات في تعز، ولكن أدعوهم لبذل الجهد الكبير من أجل أن نساعد الناس وكذلك نحمي أنفسنا قبل كل شيء، ونحاول أن نوعي الآخرين بالأخطاء بمخاطر الألغام وكيف يتجنبون المخاطر، ولكن المسؤولية هي تقع الآن بموجب القانون الدولي وبموجب اتفاقيات لندن في عام 2012، تقع المسؤولية على عاتق الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة إلى الآن لم تعيرنا أي اعتبار في تعز. نعم، ولم تدعمنا أي حاجة، ولكن دعمت تعز عبر السلطات العفاشية، ودعمت ب 17 مليون دولار وصلت إلى صنعاء وتم تقسيمها دون أن يصلنا منها أي دعم. نعم، إذن يعني كان الله في عونكم سيادة العميد المهندس طاهر حميد يعني لهذه الجهود التي تبذلونها، ونتمنى أن تصل رسالتكم اليوم للجهات المعنية لمدكم بما تحتاجونه. العميد المهندس طاهر حميد، رئيس شعبة الألغام بمحور تعز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هناك. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.